بارطاجيو. نورك بين حبي الحبيبه ديالي. بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو. ندى حنا معاكم لالي خدتك عليا حبيبه ديالي. شكرا شكرا لالي خدتك عليا. نزرع هو مع عند فاطمه جارتنا. انا يلا صوبت العشاء بارطاجيو. باغي نهضر صراحه والله ابدا. بغيت نقول لكم بانه الناس اللي ضربوا نزار راهم البوليس داير خدمة تراهم دابا كيقلبوا عليهم. بارطاجيو بارطاجيو. وصلوا ل 20K باش نهضر معاكم. مام كي تغوج نزار نزار كيحسبني ولا هانتوما. خرج حدا الباب وكيغوتو الجير. انا قولو لي دابا شوف الصوت ديالي بقوة الغوات. والله الا تعصبت هزا فوق طاقسي. نزار يلا نتوما شغلني كلريتي. ونزار شوفو يلا كي دير زوج. نزار دخل. مام كتغاوت حدا الباب. شتو ولا ما شتوش؟ واش شتو ولا ما شتوش؟ دابا نتا اي واحد هضر غتشنق معاه. ما عندك ما يدار. يقول ليا ايوا سكت عاودي ريتي غتخرج. اجي شوفو كاش جلس. زيد عاود ليهم شحال هادي. حالا راه شافوها. زيد 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 جلس. خرج هذا الباب وكيغوت. شوفو حالتو عندكم في الكرانة كاع. شتوه؟ بلاش غير خليك بحالك هكا. دور دور وجهك. شوف دور وجهك هكا. شو كردوه؟ دور هكا. شتو ولا مشتوش كردوه؟ بتعرف انا هاد الناس هادي شنو زعما شنو كتستافدو؟ ولكن شوفوا كتشوفوا في هاد اللايف راه عرفناكم شكون. سمعتوني اللي كتشوفوا في هاد اللايف شكون؟ عرفناكم شكون. كيفاش شكون قلنا نقولي شكون قبيله؟ لا شي نمره سمات وصافي. اه قطعت واحد الدري هذاك تنسالي ونعيطو له على حساب الايجار. راه انا ما باغاش نفرط فيه. راه هو اللي كيدير المشاكل. بحال قبيله قال لي بغيت نخرج. قلت له نزار جلستي فوت العصر وغنخرجوا كاملين. لا انا بغيت نخرج للقهوه. لا انا بغيت نخرج للقهوه. قلت له جلس دابا دينا كتغوت غير الناس هادين. ما بغاش. قال لي غنخرج. قلت له خرج ها باش رجع ليا. راه ما كيسمعش الهضره والله تمرت. تلاقاو له ثلاثه ديال الناس اللي تلاقاو له. ارينا دراما. السلام عليكم. المهم انا ما كنتش باغي نبان بهذه الحاله هذه غير ديك الساعه ملي الضرب درت اللايف. راكم عارفين هاد الحقره هذه ما عجبتنيش. دابا البلان ديال بعض الناس كيتسحب لهم ديك الشخصيه اللي كندير في السوشيال ميديا هي الشخصيه اللي كندير في الواقع مع ان بنادم كيجي عندي كيتصدم. شنو نقول لك؟ بلاتي قال لك واش هذاك الشيء كيقول الشكوه. هذاك الشيء كيقول الشكوه. شوف انا غلطت. انا اللي عاود دخلتهم معنا وهذه انا ما هضرتش عليهم كاع وما غنهضرش عليهم. فهمتيني؟
وهما بغاو يركبوا دابا على الموجه فهمتيني. انا ما غاديش يكفي انهم جاوا وطلبوا السماحه وهذه ما غاديش نعاود نخرج معاهم اللعب. خليهم اللي بغى يهضر يهضر، خلي اللي بغى يهضر يهضر، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. تقاش جبدوهم اللي يعفاكم. المهم سمحي لي ما عرفتش انا اللي قطعتك ولا انت اللي قطعتي؟ انت اللي قطعتي. دابا انا وليت كنتلف ما نادو ماشي مشكل. دابا البلان ديال هذوك اش نطرى لي معاهم؟ دين اجين تاهدي ما هادي علاش هادي مراتي بلاتي. الا كان كيتسحب لكم بهذه الطريقه هادي فراه غنطلق من عمر ما عمرني غادي نمل واخا نموتي. عارف هادي هادي مزيان عارف اني زاره ما غاديش تلاقى شي واحد بحال. علاش؟ لانني كنبغي من قلبي وصعيب في هذا الوقت تبغي شي واحد من قلبك. سلمى اقصي بحبيبه. بلاتي بالعكس هادشي اللي كيطرى ليا غير كيزيد يخليني نبغي اكثر من الاول فهمتوني. انا بسال الله خصكم توقفوا من حدو. شوفوا خصني ندير خمسه تحيه ليهم. تحيه للمخزن ديال الخميسة. ركب معاهم وبشاو كيقلبوا خميسات كامله عليهم وداروا خدمتهم. كنحيي ولاد بلادي والمخزن ديال مدينه خميسات وحنا عارفينهم حيت البوليس قبيله عارفهم مشاو للبلاصه فين تضربوا السول وقالوا لهم السميات. انا نادو سمحي لي ما تعطيش داكشي بالديطاي ديال البوليس. انا ماشي دري صغير انا عارفش راسي شنو غندير. ولي كنهضر وخايف نقول لك شي حاجه تقلقني. دابا البلان ما فيه البوليس. تحيه رشيد لانجيري دوز عندي الانستغرام او دوز عندي الميساجات. طلعت معاهم بلاتي قبيله طلعت معاهم ديك لاراف اللي كيسموها ياك اللي فيها. طلعت معاهم لاراف تعامل معايا مزيان. نزار فين هاد البلاصه درنا الخميسات كامله. انا ما مخالطش كون كنت مخالط كاين واحد شويه نقدروا نشدوهم ولكن انا ما مخالطش. هاد الزنيقه هي هاد الزنيقه كتشبه لهاد الزنيقه ما بقيت فاهم. ولكن في الاخر قالوا راه شدوهم في الاخر قالوا راه شدوهم والحمد لله. من هنا كيتبين بان المخزن ديال الخميسات كاينين تبارك الله على المخزن ديال الخميسات. وابار داكشي دراوش ابلاتي ابار داكشي ضريفين كيديروا الخاطر المواطنين كيهضروا معاهم. يعني داكشي اللي كنشوف بعيني صراحه كنقول واش الخميسات دايره بحال هكذا. انا الخميسات عمرني جيت لها وملي جيت لها شفت كلشي بعيني غير هادو اللي داروا لي هاد الحال هادو. حاشا وليت مثل باش يكونوا ولاد الخميسات يكونوا غير مهاجرين إن قرينا جايين. أبلتي بالنسبة لنفسك وكل نزار تعدى حيث قريت بحال شي كموطي تعدى. وليك سمعني أنا عندي النفس هذيك الشخصية اللي كتشوفها في الكموطي في الفيديوهات عفوا نزار تعلم هذيك الشخصية بوحدة راه الواقع كتكون هضرة أخرى. دابا حيدوا لي من الهضرة ديال المسلسلات والطوم كروز وداك التخربيق. دابا غنهضر معكم كيف ما أنا. دابا الواقع راه كتكون عقلية أخرى صورة أخرى بلان أخر. الفيديوهات كتضطر أنك دير هاد الشخصية هادي باش تعجب المشاهدين. باش نوضح لكم راه شحال من واحد كيتلاقى معايا كيغلط فيا كيبغي يطلعها ليا كيف ما كطلعها ليا انا كيتسحب لي راسو. واش حتى كنهضر معايا كاستي محمد ديك لاباس كاين شي ما نقضيو صافي كيشوف شخصيه اخرى عقليه اخرى. راه نزار رجوله الله يحفظك اخويا الله ينورك. اي ماذا اي ماذا هذا كان معنا اي ماذا خويا راه انا بلاتي راه انا مراتي راه الا تصرفات معايا بهذه الشخصيه هذه غادي نسمح لها. ماشي بحالك انت نسى شنو كتجيني عادي بحالي بحالك نادا نقدر نبوس لها على راسها نقدر عادي نبوس لها على يدي. راه كتبقى مراتي ماشي شي وحده اللي هي صاحبتي وتقبل كتعرف واحد النهار غتكون مراتي. واخا ما كنتش مزوج بها وكنت كنبوس لها يديها كتعرف واحد النهار غتكون مراتي لانني ملي كتشبت في شي هدف كنوصل لي. انت اخويا اش بيني وبينك واش غادي نتصرف معاك كيف ما كنتصرف مع نادا؟ واش انا نحضر راسي قدامك؟ الله يديك راجل بحالي بحالك كل واحد والكرامه ديالو كل واحد الشخصيه ديالو. راه نهار شي نقول لك واحد القضيه نهار لا قدر الله الا ماتت نادا ماشي حقاش نادا راه ما عمرني غنطلق منها. الموت هي اللي غادي تفرقني عليها الله يحفظ. كنتمنى عمري يكون قبل من عمرها. راه تشوفوني زرب واحد الشخصيه اخرى بواحد العقليه اخرى واش كيتسحب لك دابا لا قدر الله تفارقت انا ونادا وغنتعرف بشي بنت اخرى واش غنتصرف معاك كيف ما كنتصرف بنادا؟ لا ما شوفوا بنات اكادير راه ما عارفين زعما صالح مع والديك. علاش هو مخاصم معاهم؟ علاش مخاصم معاهم؟ راه ما مخاصمش معاهم يوميا كيهضر معاهم. عاد دابا كيهضر مع خالتي على التليفون هضرت معايا انا. علاش في الهضره الخاويه بزاف اخويا تقبلها كيف ما بغيتي هذه الطريقه ديالي في الهضره. واش دابا كنهضر شي هضره ديال المسلسلات بيني وبينك؟ ما كاين لا مسلسلات ولا والو. هذيك الشخصيه ديال السوشيال ميديا عاشت معايا وكبرت معايا راكم احسن كوبل. الله يحفظك اخويا الله ينورك. غير انا دابا مابقيتش جبدي البلان ديال الطلاق على فمك. ماشي اي مشكل غادي يوصلك للطلاق. دابا شكون جبت شي بلان ديال الطلاق؟ قبيله داري شافوا 300,000 واحد اخويا كتمرضني وهو كيقلب المشاكل وهو مرضني. كنقول له خلي اللي بغى يسب ما كيسمعش كيدابز ديما
او انت اللي بغيت يهضر واش انا غلطه واش نقولوا اللي بغى يهضر يهضر دير لي كيتفود لك السبب ديال هادشي السبب ديال هادشي كامله ما نكذبش عليكم السبب ديال هادشي كامله ما انا ما غنسمح حتى شي واحد واحد السيده كدير اللايف وكدوي عليها كدوي عليا انا سكت 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 صافي بلا ما نهضر بلا ما نهضر صافي بلا ما نهضر هادشي نخلص السلطات